هقول اول حاجه البطاطس الويدجز، هي مقاديرها بسيطه جدا، الفكره فيها كلها في التوابل اللي هتتحط لها. انتوا عايزين تنكهوا البطاطس بتاعتكم بايه؟ والتقطيعه بتاعه البطاطس. طبعا الويدجز ما بتتعملش مخلية بطاطس، مخليه القشر مش بقشرها عشان اعملها، هي بتبقى بقشرها. اهم حاجه فيها النظافه، يعني نظافه البطاطس. طيب نقول المقادير ونبدا نتكلم عن الوصف. عندنا مثلا لو هعمل كيلو بطاطس، يعني اربع بطاطسات، خمس، على حسب طبعا كم العيله، ممكن تبقى بطاطستين او ثلاثه براحتكم. عندي ثلاث معالق من النشا، ثلاث معالق من الدقيق اذا انا محتاجه، لكن انا في النهايه مش هعمل ده، انا حاطه بس النشا كتغليفه تتقرمش معايا، لكن مش محتاجاه اساسي في الوصف. عندي زيت زيتون او زيت نباتي، عندي كركم، عندي ملح، بابريكا، توم باودر، كمون، فلفل اسود وزعتر وكزبره جافه وشطه حسب الرغبه. نقول كمان عندي بطاطس وعندي معلقه نشا او ثلاث معالق من نشا على حسب كميه البطاطس، على الكيلو انا حاطه الثلاث معالق. زيت زيتون، عندي كركم وملح وبابريكا وتوم باودر وكمون وفلفل اسود وزعتر وكزبره جافه وشطه لو احنا حابينها تبقى مشطشطه، لكن لو احنا مش حابينها هنستغنى عنها خالص. والتوابل بتاعه البطاطس بتتباع زي السبرينكلز اللي احنا اتفقنا وقلنا ان هي بتتباع في السوبر ماركت او عند العطار، بتبقى زي بالشطه والليمون بالطماطم، الاطعمه المختلفه نقدر ننكه بيها البطاطس على فكره، جدا جدا جدا، فتبقى لطيفه وطعمها حلو. انا مش هعمل حاجه غير اني هجيب الصاج وهحط فيه البطاطس وهحط عليهم الحاجات اللطيفه دي وادخله الفرن. طيب انا اول حاجه انا طبعا محتاجه بوله اخلط فيها الحاجه دي، هخلطهم مع بعض وهديها زيت الزيتون معلقتين صغيرين وبعدين ادخلها الفرن. الفرن يكون سخن علشان ما ينفعش ادخلها في فرن يبدا يسخن معايا، لازم يكون سخن كويس زي الكيك كده، واتمنى كمان لو يكون 200 على حراره 200. هنحط على الشبكه في النص علشان يبقى مظبوط جدا معايا. هدهن بس كده الايه الزيت ده، وانا كده كده هضيف طبعا زيت زيتون على او زيت نباتي على البطاطس، معلقه زيت واحده كفايه جميله. وبعد كده هبدا بقى هحط البطاطس دي هنا. انا عملت ايه في البطاطس؟ جبت البطاطس وحطيتها في طبق في ميه، وتحت الميه الجاريه في حنفيه المطبخ، وسبتها لما شويه الشوائب اللي بره والطين والحاجات دي تنزل، وبفرشه جميله. احنا اتفقنا لازم يكون في فرشه للخضار خاصه بالخضار فقط، ما ينفعش نستخدمها في حاجه ثانيه في المطبخ، وتتغسل كويس وتتطهر، وممكن احطها في ميه وليمون عشان اطهر او ميه وخل عشان اطهر، وبعدين انفضها كده وانشفها واغلفها في كيس من اكياس الثلاجه النظيف واشيلها وقت ما عاوزها استخدمها، مهم برضو انها تتطهر من وقت للتاني. طيب انا هاخدها وهعمل بيها البطاطس بتاعتي واخليها جميله، بصوا قشرتها نظيفه حلوه ازاي، انا عايزاها تبقى كده. طيب خليني الاول قبل ما احط البطاطس هنا خليني اضربهم هنا الاول كده. بصوا البطاطس بقشرتها، ودي الويدجز عاده بتتعمل كده، غير الفريسكس، غير وان شاء الله في الايام اللي جايه نعمل الوصفات المختلفه اللي خاصه بانواع البطاطس بتاعتي. طيب هاخد بقى اول حاجه كده شويه التوابل الحلوين دول هنا جنبي، وادي الكزبره الجافه رشه، وهاخد زيت الزيتون وطبعا الملح والفلفل، وهعمل كده بسم الله. اول حاجه رشه ملح، مش عايزه تبقى بطاطس بتاخد كميه الملح الخفيفه اللي انتم متعودين عليها، عاديه جدا مفيش حاجه زايده يعني، بس على الكميه الكبيره بتزيد طبعا. هحط رشه من البابريكا ورشه من الكزبره الجافه حوالي ربع معلقه صغيره، عندي اهو كمون، رشه كمون خفيفه، واقدر استغنى عن كل ده واحط ايه، احط السبرينكلز الجاهز دي، رشه من الجنزبيل، رشه كده خفيفه من الكاري او الكركم، زعتر طبعا، حط شوية معلقة حلوة، دي شطة ودي حسب الرغبة، نحط طرف المعلقة كده، وادي الكزبرة برضو رشة خفيفة. خلاص عايزين تحطوا بصل باودر، توم باودر، والله انا مش هكسفكم اخد رشة اهي. خلاص هاجي بقى للنشا، هاخد تغليفة كده خفيفة، اقلب كده الاول دول مع بعض كده، وبعدين اضيف الزيت بسم الله. لا دي مش مسلوقه اساسا،
كويس السؤال ده. هي مش مسلوقه، هي نيه، وده ليه؟ علشان هي تستوي في الفرن بس كده. لو انا عايزاها بقى نص سلقه هحطها، بس مش هتطلع بالقرمشه القويه جدا، هيبقى فيها طراوه شويه. انا هنا واخداها من الالف للياء فين؟ في الفرن. خلاص عايزين تحطوا طبعا، الله ده يبقى روعه، البطاطس بما انها نيه ومش مسلوقه نحط معاها جزر، لا كوسه لا، تستوي اسرع. فنبقى ممكن في صاج تاني تحط معاها اللي انتوا عايزينه، جزر ممكن بتقطع نفس التقطيعه بتاعتها ويطلع خرافه، بصل او ورمة اللي انتوا حابينه، اي خضار مشوي في الفرن ممتاز. ادي البطاطس افرد بقى حلو كده، انا مش عايزاهم يبقوا يعني فوق بعض، عايزاهم متفردين عن بعض عشان تتحمص. بصوا ورقه الزبده مهمه عشان ما يلزقش، وعشان تمتص شويه من السوائل اللي هي الزيت الحاجات، فتقرمش معايا وتساعدني. بصوا بقى اهي كده، كل تتبيله مختلفه، كل حد هيحط انواع توابل مختلفه هتبقى مختلفه عن في اللون. ممكن ناس ما تحطش بابريكا ما تبقاش لونها احمر، بس تبقى لونها فاتح، بس هي ليها كده سنه صغنونه، فبتفرق قوي في درجه اللون انها تبقى محمره سنه. دلوقتي انا شغلت الفرن على 200، هدخلها الفرن وهسيبها وبس. المهم بعد مثلا 10 دقائق ربع ساعه، 10 دقائق 12 دقيقه، هروح مديها تقليبه كده في الفرن عشان اساعد الجوانب كلها من جميع النواحي، او اقلب الصاج بشكل تاني. اوكي ندخل بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، واحنا مع بعض بسم الله اهي، هوريكوا برضو الشكل، هتطلع متماسكة ولطيفة. امسح بس ده عشان حروف الطبق بالكاتشب. ده ادي البطاطس، وهتطلع ان شاء الله التانية برضو نقدمها، ليها كده شكل لطيف، تحبوها الولاد قوي مع الكاتشب. ويا سلام لو الكاتشب احنا عاملينه في البيت. انا عرضت على فكره الحلقه بتاعه الصوصات كتير عشان حضراتكم، عشان كل اصدقائنا اللي ما شافوش وطلبوها. الفكره كلها ان هي شكلها لطيف، كريسبي من بره وطريه برده فيها طراوه من جوه. تقطيعه البطاطس لازم تكون بطول البطاطسايه، خلاص يعني انا جبت البطاطسايه الحلوه دي المتوسطه بطول معين او الصغيره، بس لو الصغيره هقطعها على 3 يعني نصين وكل نص 3 بس، لو الكبيره هتتقطع على 4 كل نص 4، وممكن نقسمهم بقى نصين فتبقى ايه الحجم الوسط بتاعنا.